مسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البحرين الرياضية وبرنامجكم On Fire الذي يأتي في الليلة الأخيرة من خليجي 39، في الليلة الأخيرة لعرس خليجي 39 الذي نجح الشارجة في المحافظة على لقبه أمام الزعيم المنامي الذي حاول بكل الطرق في طبعا تتويج نفسه بالذهبية، إلا أن خبرة لاعبي الشارجة ومحترفيهم نجحوا في تتويج أنفسهم بذهبية هذه البطولة في باك تو باك للموسم الثاني على التوالي. يسعدنا طبعا في حلقة هذه الليلة أن نجزء الحلقة إلى جزئين، جزء أول في ضيافة الأبطال أربعة من لاعبي الشارجة المؤثرين، والجزء الثاني من الحلقة راح يكون نقاد برنامج أون فاير الكابتن ريان المحمول والكابتن عبد الله الفحل والكابتن عبد الله صراف، نقاد برنامج أون فاير راح يلقون الضوء على أبرز ما دار في المباراة من الجانب الفني. في البداية طبعا أرحب بالأبطال، أرحب الكابتن يونس خميس، أمسي عليك بالخير كابتن يونس. أمسيك بالنور سرور. تايلر ويلكرسون، وي ويلكم يو تو ذا شو. ثانك يو، ثانك يو فور هافينغ طبعا أنا جاسم محمد، أمسي عليك بالخير. مساك الله بالنور سرور، مشكورين على الاستضافة. وكابتن عمر العامري، أمسي عليك بالخير. مساك الله بالنور سرور. طبعا ناخذ التقرير اللي دار حول المباراة ونعود إليكم لمتابعة اللقاء. حافظ الشارقة على لقبه بطلا لأندية مجلس التعاون لكرة السلة بفوزه في نهائي النسخة 39 من البطولة على المستضيف نادي المنامة بنتيجة 82 نقطة مقابل 74. الربع الأول انطلق وكأن المنامة لا زال في نشوة التأهل للمباراة النهائية، فالثقة الزائدة من ناحية وعدم التوفيق من ناحية أخرى تسببا بضياع عدد كبير من الفرص ليتقدم الشارقة بفارق وصل إلى 10 نقاط مقابل نقطة واحدة قبل أن يدخل المنامة تدريجيا في جو اللقاء ويقلص الفارق في نهاية الربع الذي انتهى بنتيجة 15 نقطة مقابل 10 نقاط. الربع الثاني تواصلت حالة التوهان المنامية مع لمحات متفرقة من شكل الفريق الحقيقي، والشارقة يستغل هذه الحالة بأفضل صورة ليتقدم بالنتيجة، فالزعيم وجد الحلول الهجومية لكنه افتقد للتنظيم الدفاعي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 41 نقطة مقابل 34. الربع الثالث اتضح بأن الأسد المنامي بدأ في الاستيقاظ وتدارك الوضع ونجح في تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط في منتصف الربع، حينها تدخل المدرب القدير عبد الحميد إبراهيم بالوقت المستقطع الذي أعاد توازن الشارقة قليلا، إلا أن المنامة أبى إلا أن يعيد الفارق مرة أخرى مع نهاية الربع الذي انتهى بنتيجة 56 مقابل 53. الفرصة الأخيرة في العودة كانت في الربع الأخير، المنامة عمل جاهدا لذلك ونجح في تحقيق أول تعادل في المباراة بعد مرور دقيقتين ونصف، إلا أن الشارقة انتفض مرة أخرى وعاد لتوسعة الفارق ولم يترك مجالا للمنامة بالعودة ونجح في المحافظة على تقدمه لنهاية المباراة التي أعلنت تتويج الشارقة بطلا لأندية الخليج على حساب المنامة للمرة الثانية على التوالي، ليكتفي الزعيم بالوصافة والتأهل للتصفيات الآسيوية. طبعا شفنا لقاء أو تقرير المباراة، ولكن الطريف في الأمر أنهم الأربعة مركزين هاللون كنا ما شوفوا المباراة. يعني كابتن عمر، يعني كلكم مركزين، ليش مركز كنت يعني ما تحكون؟ والله كابتن مثل ما انت عارف المباراة بالنسبة لنا احنا خلصت بسرعة، وياسين نحن الحين ياسين نتذكر شو اللي صار ريانا في المباراة، شو النقاط اللي سجلناها، الكابتن يوم طلب تايم اوت، يوم رجع السكور صار الفرق 3 تقريبا لنا، فسبحان الله يعني قلت مثل ما قلت لك المباراه خلصت بسرعه بالنسبه لنا، وياسين نتذكر شو صار يانا.
شفتك متفاعل انا تعمل الثري هاللون بيدك هاللون. الحمد لله الحمد لله يا رب. كابتن جاسم المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء ابارك لدوله الامارات قياده رشيده وشعب الامارات واقول هبلك لدوله البحرين. استضافه كانت مميزه والمباراه ان شاء الله ان شاء الله اتمنى كل اللي شاف المباراه قدروا يستمتعون في المباراه. هذا كان هدفنا. الحمد لله فزنا بس البطوله ما راحت لي غريب راحت لي اخوانكم والحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا نقدم بطوله ممتازه ونتمنى الجميع استانس واستمتعوا في هالبطوله الحمد لله. زين المباراه ما جاوبني. هاي جواب دبلوماسي حلو. المباراه كانت نفس ما شفتها انت. كنا ناخذ المباراه خطوه خطوه دقيقه دقيقه وفي البطوله نفس الشيء. ولكن يوم توصل البطولات نفس بطولات الخليج 8 أيام عندك تلعب 6 مباريات وخلاص لما تلعب اول مبارتين خلاص الاوراق كلها تكون مكشوفه. فالفريق خلاص في هالمرحله تتجهز تتهيأ لثلاث اشياء نفسيا وبدنيا لازم طبعا تكون جاهز وريكفري ما عندك وقت وفنيا الحمد لله ما عندنا اي مشكله في هالمجال فهالثلاث اشياء الحمد لله الحمد لله. Tyler, it's good to have you here. One of the most, let's say, MVP. 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 Who said that? No doubt. I didn't say that. MVP. I like him. Tyler, before I, طبعا Tyler Wilkerson لعب في 3 بطولات على التوالي. So before we proceed, Tyler, you played in the 3 consecutive championship, right? Yeah. With who? First one was with Shabab Club, and then the last two was Sharjah. All right. And how did you see the progress between first one, second one, third one? Is it getting easier for you, or is it getting more complicated? Jasim Rekiz, like with Tarjim, huh? I mean, I just enjoy playing. Like every time we come, you know, we come ready to play, and it's been a great tournament every time. The fans here are crazy. The environment is crazy, and you know we just come out, we just have a good time. So they guard me, you know, every year. It's my, like you said, my third year in a row. So they learn how to guard me, you know, year by year. And but no one can stop you. But this time it was a tough time. This game was a tough game for you. Yeah, it was a tough game. It was a tough game for all of us, you know. But we came out on top. We prevailed. So that's what's up. جاسم ورطتك وايد. لا لا وايد. Keep it short. I try. يقول في آخر 3 سنين أول سنة لعب نادي الشباب سابقا وآخر سنتين لعب مع نادي الشارجة. يقول سنة عن سنة نفس الشيء والواحد هو لعب في بطولتين في البحرين. يقول هني الأجواء ممتازة الواحد يحب يلعب في هالأجواء وفي هالجمهور. وباختصار قال اني هني نستمتع في هالبطولات نفس هذه والحمد لله قدرنا نحقق البطوله في النهايه. كابتن يونس ارحب فيك انا وطبعا بارك لك الفوز في هذه البطوله. فيكم مشكورين على الاستضافه هذه. كم نسخه كابتن يونس شاركت؟ 15 نسخه. ها شايب طلعت هذا من الجيل القديم. هذا الجيل القديم. لعبت يا حمدان سعيد بعد ولا لعبت يا حمدان لطيف كلهم ما شاء الله. في جيله ما في حد موجود الحين خلاص ما يبين عليك شيء. يبين عليك 18 يبين اصغر عليك ما شاء الله. مستر جي سي سي. شلون شفت البطوله كابتن يونس؟ اول شيء ابارك الاسره الشرجاويه وهارد لك نادي منامه فريق كبير. البطوله كانت حلوه واجواء حلوه مثل ما كلمتني قبل وقلت لك احلى جو تلعب فيه بطوله الخليج في المملكه البحرين. استمتعت؟ استمتعنا صراحه. جود. ترجم لها بالانجليزي؟ كابتن عمر ارجع لك بالسؤال شلون شفت البطوله بصوره عامه يعني وين اصعب محطات البطوله كانت لكم؟ وهل انتم جايين حق البطوله عينكم على البطوله؟ لان يعني ما الشارجه في هاي البطوله طبعا صار راح يتوجه لكم الثلاثه. الشارجه هالموسم ما توج نفسه اعتقد صح؟ مرينا كابتن مرينا بظروف نحن الفتره السنه هاي يعني مثل ما اقول ظروف عمل اللعيبه والامور ما كنا مستقرين وايد بس الحمد لله يعني قبل نحن البطوله تقريبا قبلها باسبوعين كنا مخلصين احنا كل شيء. فكان تركيزنا كله على الـ على الـ على الـ على بطولة الخليج كوننا نحن كوننا نحن ابطال النسخة اللي طافت. كل ما في مباراة كانت بالنسبة لنا سهلة. كل الفرق جاية ومجهزة يعني انت شفت من 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 مباراة السيب العماني
مباراه السيب العماني ومباراه الشمال ومباراه الفاينل اليوم، ما في ولا مباراه كانت سهله بالنسبه لنا، بس الحمد لله رب العالمين وفقنا فيها. طبعا مجهود الطاقم التدريبي، الطاقم الفني، اخواني اللعيبه، كنا مركزين ان نوصل للمرحله هاي، والحمد لله رب العالمين وفقنا وفزنا فيها. نعم كابتن جاسم، نفس ما قلت محليا ما قدرنا نحقق اي شيء، وفي اخر بطوله كاس عندنا طلعنا من اول مباراه، بس سبحان الله عسى ان تكرهوا شيء ما اثر عليكم، عسى ان تكرهوا شيء فهو خير لكم. نعم يعني طلعنا من اول، بس هاي حصلنا وقت، يمكن نحن الفريق الوحيد اللي حصلنا اكثر فتره نعد لبطوله الخليج. يعني كل الانديه يمكن حصلت ايام معدوده، لكن الحمد لله حصلنا فتره كبيره نعد، والحمد لله الحمد لله قدرنا، ترى العبره في النهايه، والحمد لله الحمد لله قدرنا نحقق البطوله. نعم تايلر، what was the most difficult situation you had, game or situation in this tournament? I think our toughest game was against Omani. Yeah, the Omani team. Excuse me? Yeah. Really? That was our toughest game. But just because we came out really just thinking that we were just going to win this game, you know? And it took us three quarters to even open the game up to like finish that game. It was just rough for us. We played, you know, lackadaisical the whole game, and just time by time we was just trying and trying, and it was just a rough one for us the whole game. Even coach was looking at us like, you know, this is, you know, you win, you lose, you go home. You know, he's looking at us like, what's wrong? But we just couldn't get it together that game, and we knew that that was our worst game. We knew that, so we knew that. After 2 days off. Yeah, it was the first game after two days off, so we knew coming in that, you know, this was our worst game. We had a bad game, so let's bring it all together and come in and try to get this one tonight. All right, Joshua, good luck. Short. Hey, bro. Short I'm a talker. تايلر، السؤال كان شو أصعب موقف ولا أصعب مباراة كانت في البطولة؟ وقال تايلر إن أصعب مباراة كانت ضد السيب العماني. السيب العماني والفرق العمانية قاعدة تتطور من سنة لسنة. وتطورهم كان ملحوظ. جاسم لا تزيد من عندك، ما قال تطور. جاسم ترجم. ان شاء الله. لا هو يعني ان شاء الله. فاصعب مباراه كانت مع السيب العماني. ما قدرنا نفرق عنهم لين يمكن الخبره فرقت الشوط الرابع. الحمد لله ناخذ المباراه خطوه خطوه. لازم تتعلم من ريان شلون تترجم. يرتب الحكي بروحه. But just saying that was the toughest game for our team. Yes. You know what I'm saying? Not like tonight's game was a very tough game. Yeah, of course. You know what I'm saying? Manama's a great team. They got great fans and they bring it. You know, the fans give them an extra, like the sixth man, you know? So they have six men on the court with their fans. And that game was just, you know, a rough one for, you know, the collective, for all of us, that game. Yeah. وما كان يقلل من شأن فريق منامة. فريق منامة غني عن التعريف، فريق كبير. يقول حتى عامل الجمهور كان، نفس ما تقول الجمهور كان لاعب سادس في الملعب. بس يقول انه كانت مباراه صعبه، لكن الحمد لله قدرنا نحققها. كابتن يونس، يو ديد جود ناو. كابتن يونس، طبعا تتفقوا يا جماعه ان يعني خروجكم مبكرا من منافسات الدوري المحلي اعطاكم الفرصه، اعطتنا الفرصه واعطتنا دافع، لان كل مباراه قبل نحسبها ونرجع للمباراه اللي خسرناها قلنا نخاف من اي فريق. انتوا ابطال بس لازم تخاف. لين اليوم نتذكر المباراة، لين اليوم نتذكر ولين بعد نتذكر. تمت عندكم ها؟ إيه؟ يعني موجودة. موجودة. الحمد لله. كابتن عمر، الجمهور شلون تشوف جمهور الأجواء في الصالة؟ في يعني أنت حضرت أمس مباراة سيمي فاينل، كنتوا في الملعب صح؟ شلون شفتوا الجمهور؟ هو مو بس أحلى جمهور في الخليج، أحلى جمهور في الوطن العربي. الله. ما تحصل مثله. جمهور المنامة. جمهور وفي، جمهور دائما ويا فريقه في الحلوه وفي المره. ترى المنامه يعيش أسوأ يعني حالاته من سنين، وصل الى هالمرحله هاي طبعا بيرفكت يعني 10 على 10. نتمنى نحن يكون عندنا جمهور مثل هذا او ربع الجمهور اللي موجود. ربع الجمهور 10%. 10%. والله 10%. يعطيك العافيه والله. كابتن جاسم، الجمهور شلون تشوفه؟ السبب من اكبر اسباب نجاح البطوله هذا الجمهور. يعني مع الفريق قلبا وقالبا، حتى اذا طلعوا في اخر بطولتين ما يعني ما تركوا بصمه هالسنه، لكن الجمهور ظل مع فريقه مع الفوز مع الخساره، وجمهور مثقف، جمهور يعرف السله،
جمهور فاهم وروح رياضية عالية. وهارد لكم إن شاء الله في الآيات أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. تايلر، three seasons in UAE, right? Yeah. Mm-hmm. And before that? I played everywhere. Played in China, played in Korea, the Philippines. All right. Yeah. So how do you see the fans here in Bahrain? Comparing to others, I mean, we have smaller stadiums, that's for sure, due to population. You can feel the floor shaking in the gym. Uh-huh. And we could, you see, one timeout, we took a timeout, and I think we had to go like to the free throw line, you know, or into the paint, just to try to hear coach. Even being there, we still couldn't like hear what coach wanted, you know, the message he wanted to give us. So this is like one of the, I enjoy the environment, but one of the toughest places to, you know, actually play because those fans are really on the court. Yeah. It's crazy. Really on the court. That's a good one. Yeah. تخيل انا وجاسم هني نصارخ نصارخ وما نسمع بعض. لا. ما نسمع بعض. نصارخ. لا الملعب جاسم لا تطلع من عندك الكلام. باختصار باختصار. لا تختصر كلامه. زين. لعب في ثلاث مواسم بالامارات وقبل احترف في الصين وفي كوريا. فلبين. وفلبين. لا لا تعبان تدرج. ويقول يعني حس ان الارضيه كانت تهتز من جمهور الملعب. وحتى انه ما قدرنا نسمع تعليمات المدرب ابدا، حتى انه في لحظه لازم نروح لين تحت الملعب وفي التايم اوت عشان المدرب بس يعطينا التوجيهات. ففعلا فعلا اجواء مميزه لما تلعب في المملكه. نعم. كابتن يونس 15 سنه خبره في البطولات يعني شلون انت درت ما شاء الله عليك في مجلس تعاون كامل طبعا كلكم، شلون تشوف الجماهير هنا في البحرين؟ لا الجماهير غير عدام العيب يعني مع الفريق، ممكن الشباب هاي ما لحقوا قبل على الملعب القديم اللي في الشيخ حصل عيد عيد الله يسلمك ما سمعتك سامحني على الملعب القديم اللي في الشيخ ما لحقوا عليه. إذا تقول الأرضية هنا بس منتخب لحقنا عليه منتخب منتخب في التصفيات إذا تهتز هنا هناك مع السلامة تصفيات منتخب الشباب منتخب الشباب منتخب الشباب لا حتى العام لعبنا ضدكم في المنتخبات تصفيات وأتذكر أقول منتخب الشباب منتخب يمكن أيام أم الحصن حلو تفضلون هاي الصالة ولا صالة أم الحصن ليش؟ لا لا شوف هاي الصالة ذكرياتنا هناك هاي الصالة ذكرياتنا هناك هذه الصالة أحلى هاي الصالة أحلى صالة أم الحصن؟ لا أنتم تفضلون هاي الصالة. هي الصالة أحسن بس أرضية صالة أم الحصن أحسن. إي هذه صح. هاي تركيز. صح. هذه صح يعني أعتقد إن شاء الله في المواسم القادمة أو الموسم القادم يتم وضع يعني حلول اللي أعتقد أنه في ثقل الكرة باونسينج مال الكرة شوي صعب. يا. أوكي. كابتن جاسم سوري كابتن عمر. كابتن عمر ما شفناك بمستواك الثري بوينتر اللي نعرفه كابتن عمر وين كنت؟ مو بعمر الشوتر والله متواصل صار لنا فتره نحن نمر بظروف يعني ما نكون ملتزمين وايد في 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 تدريباتنا ظروف الدوام وظروف الحياه يعني ان شاء الله المراحل الجايه ان شاء الله بتشوفون الفريق احسن من المستوى اللي كان موجود حتى في بالبطوله بشكل عام ان شاء الله. كابتن جاسم انت بعد يعني شوي اختفيت قصه في بدايه البطوله ما كان لك حضور لكن امس في السيمي فاينل واليوم في المهم اي في المهم في الشديد قوي طلع الحمد لله بس ما قلت لك العبره في النهايه كنا ناخذ جيم عن جيم واسوي اللي علي في الملعب عندنا ما شاء الله ناس في الهجوم نفس ما قلت لك كنا ندور على المحترفين هاي نقطه قوتنا فنعطيهم الكره وهم يتصرفون الحمد لله يقدرون يخلصون الكره بس اعرف دوري كان اهم دفاعيا والحمد لله باي طريقه ان شاء الله لو ما سجل نقطه في المباراه اهم شيء العبره في النهايه والفوز الحمد لله. Can you translate for him? Tyler, you were one of the best imports we have. MVP. MVP? Okay, you give him the rewards. Yeah. MVP. Usually in GCC tournaments, في بطولات خليج يعطون awards MVP and. العام بس كانوا حاطين في. لا صارت في الكويت سام يانج حصل MVP. في الكويت بس. أول بطولة نادي الأهلي. Okay. All right. Tyler, what is the secret being always focused in the game, high scorer? I mean, today how many points you scored? 24, 25. It's the least. Points you scored 28. Yes, Italy. Yeah, but usually your average is 33 plus. Yeah. Yeah. So,
3 years successful seasons with UAE clubs? I mean, it's just these guys right here. They make sure I touch the ball. And I just, like you said, staying focused. So once you're always focused and you always know the goal of the game, our goal is to come out and win. These guys don't care if they shoot. It's a shooter. If he is. Only takes, he took two shots? Two shots. Maybe only took two shots tonight. But he just trusted, you know, what we were out there doing. And just to win the game. Thank you. Short answer. يقول باختصار سؤالي أنا كان له خلنا عشان أدري أدري أنا سؤالي كان له ليش تايلر أنت دائما فوكس مركز في التسجيل متألق في 3 مواسم على الأندية الإماراتية فالجواب عند كابتن جاسر قال تايلر إنه أول شيء شكرنا نحن وما كان يهمنا إنه نفس ما قلت أنا إنه ما يهم النقاط اللي نحطها ولا نفس ما قال عمر شوتر لكن عمر في مباراة يطلع في شوتين في هاي المباراة يوصل الكرة لتايلر وهو اللي يقدر يخلصها الحمد لله وهو دائما يكون مركز وفوكس في هالبطولة الحمد لله كابتن يونس انت من اللاعبين اللي تشابه دينيس رودمان في ادائك اي هاي معصبه اي لا الصفرة والستايل so you're happy with this name I'm happy they call me from before okay that's good نشوفك دائما تميل الى الشق الدفاعي كابتن يونس هذا اهم شيء خلي الهجوم اقدر اسجل بس لازم نعتمد عليهم صح اذا انا اليوم اخذت الكوره وانا حطيت الكوره عندي راح يضايق الاجنبي ما يستلم الكوره ما راح يعطيك اعطى وراح يعطيك كلام صحيح نحن الدور علينا الدور دفاعي انت سالت كابتن عمر نسبته اقل في 3 بوينت لان نتعب في الدفاع صح لو تلاحظ شوطاتنا نحن الثلاثه اول شوط بس ايه عقب عقب ما في لان نتعب في الدفاع ورا ايه لان جود جوب في الديفنس كلام صحيح حتى انا اليوم وانا اعلق المباراه قلت خلي شوت يونس ولا يابها الثري بوينت افا تفضل كابتن عمار تراينجل يا مثلث الثلاثه يا مثلث القوه الهجوميه الضاربه صح مثل ما يقول كابتن حميد قوه الرعب ايه ما شفنا كابتن ريان اليوم ريان موجود يسمعكم والعين طلعتوا له من السياره خرعتوه قبل لا نختم اللقاء وياكم شو تقولون؟ إيه تفضل كابتن عمر لا تنسى في مباراة اليوم النقاط المهمة اللي سجلها اللاعب محمود ثمان نقاط هي الفارق ثلاثيتين يعطي العافية إن شاء الله ولا مستقبل إن شاء الله في النادي وش تقدر ايش تبي توصل كلمة حق الجمهور البحريني أو يعني من خلال استوديو أون فاير يعطيكم العافية وما قصرتوا ومشكورين على الاستضافة الحلوة هاي ومشكورين على الجهود اللي انتم ياسين تبذلونها للسله الخليجيه ما قصرتوا يعطيكم العافيه وان شاء الله نشوفكم في المحافل الجايه ان شاء الله ان شاء الله كابتن جاسم الحمد لله الحمد لله بس اقول هارد لك هارد لك هارد لك لدوله البحرين فريق المنامه وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله تايلر وي ار كلوزنج اب So what do you like to say to the fans, to everyone? It's just speak out. I really just like to say thank you for hosting the tournament, showing up, you know, giving us the environment. Because, you know, in Dubai, we don't really get fans at our games. Not, you know, like at all, really. So, yeah. So here, you know, being able to play in this environment, not being able to hear Yeah. Being able to fight with my guys, yes. you know, for a championship, 2 in a row, that was just like, you know, it's the best feeling. And I just really enjoyed it. So thank you. تفضل كابتن. There is one more question I forgot. Okay, yeah. You tell me, Joseph. يقول ان الجمهور هم اسمع قلنا نكهة البطولة هاي ويبغي يشكر الجمهور. حتى يقول ان عندنا في دبي وفي الامارات ان ما عندنا جمهور نفس جمهور البحرين وحتى ان ما نقدر نسمع بعض لكن الحمد لله قدر يجيب بطولتين ورا بعض ويقاتل لاجل فريقه عشان يحقق البطوله حلو كابتن يونس مرحبا تقدر تقول حق الجمهور ايش تبي تقول لهم اول شيء اشكر الجمهور واشكر المملكه على الاستضافه هاي وصراحه البطوله من اروع البطولات هاي انا لعبت فيها يعني وما توقعت الجمهور راح يكون اليوم كذي. لا جمهور البحرين، جمهور المنامة ذي ما فيك خلاف. جمهور الزعيم. يوقف ويا الزعيم دائما. بس اتمنى يعني
يحبون بعض، بس هذه جمله للعيبه مش للجمهور. حبوا بعض نادي المنامه راح تجيبون بطوله. حلو زين، تتابعون برنامج اون فاير؟ طبعا طبعا اون فاير. منو ما يتابعك؟ زين انتم شلون تشوفون التغطيه السلاويه؟ ما في احسن منها. ما اظن ان في دوله، يعني دوله خليجيه او دوله عربيه تغطي التغطيه اللي انتم تسوونها للمراحل السنيه في كره السله، من المراحل السنيه تحت للرجال. وش يعطيك ذي كلاعب؟ يعني دافع انه توصل لاحسن. كابتن جاسم اكيد ما زيد على اخوي عمار، بس هذا شيء دافع شيء كبير للاعب لما يشوف التغطيه هاي والاهتمام. انا اقدر اعطيك اكثر، هاي تسوى اكثر عن الفلوس. اي والله اي الاهتمام شيء يعطيك دافع انك تأدي وتجيب البطولات وتحقق البطولات. تايلر اي واز سربرايز وين اي فيرست ميت يو ان ذا هوتيل يو كول مي هاي اون فاير. يا اون فاير. يا سو يو دو يو واتش؟ Of course, it's in Arabic, but do you regular? Of course, like well, being here, you know, being in the tournament and being able to watch and see what other teams do, and you know, see how you guys. I'm always like, what'd he say? So you know, just being able to hear what you guys think of the games and how y'all respect the game of basketball, you know. So of course, I watch. Good. بس قبل لا ترجم ملاحظة هاي بعد، إذا لازم ترجموا الكلام بالإنجليزي تحت حق المستقبل. دائما هو بعد يقول من متابعين البرنامج بالذات في هالفترة يشوف تغطيتكم لفرق الثانية، يشوفه دائما يسألنا يقول ترجموا لي شو قاعدين يقولون في الحلقة. كابتن يونس والله ما زيد على أخواني اللعيبة، برنامج ناجح بالعكس. إذا أنا توني ناشئ راح أحب اللعبة أكثر، حسب بس أوصل. كل واحد يتمنى يكون في وسط. صح. حضوركم هني إيش يعني؟ عقب المباراة مباشرة ما قد صار أعتقد، لا في بطولة. أفا صارت. حلو لكن ما صارت. أعتقد يعني. ما صارت. بس شو سبب الكحلي لابسنا اليوم؟ كحلي والله. يعني الحين هاي أخرت جايبكم من الصالة. يعطيكم العافية. يه تفضل. Charge on three, squad on six. Yeah. Why not? Yeah. What is it? The way we break it down. Hey, go. شنو تحياتكم؟ Go. Huh? Go ahead. I'm gonna say it. Yeah, we're gonna do it. We're gonna break it down like this. We're gonna break it down. Break it down. Stand it up. We're gonna break it down. This is how we do it. Charge on three, squad on six. One, two, three. Charge. Four, five, six. Squad. طبعا وصلنا الى نهايه الجزء الاول من لقائنا مع الابطال، ننتقل الى الجزء الثاني من خلال هذا التقرير. تحياتي. حافظ الشارقة على لقبه بطلا لأندية مجلس التعاون لكرة السلة بفوزه في نهائي النسخة 39 من البطولة على المستضيف نادي المنامة بنتيجة 82 نقطة مقابل 74. الربع الأول انطلق وكأن المنامة لا زال في نشوة التأهل للمباراة النهائية، فالثقة الزائدة من ناحية وعدم التوفيق من ناحية أخرى تسببا بضياع عدد كبير من الفرص، ليتقدم الشارقة بفارق وصل إلى 10 نقاط مقابل نقطة واحدة قبل أن يدخل المنامة تدريجيا في جو اللقاء ويقلص الفارق في نهاية الربع الذي انتهى بنتيجة 15 نقطة مقابل 10 نقاط. الربع الثاني تواصلت حالة التوهان المنامية مع لمحات متفرقة من شكل الفريق الحقيقي، والشارقة يستغل هذه الحالة بأفضل صورة ليتقدم بالنتيجة. فالزعيم وجد الحلول الهجومية لكنه افتقد للتنظيم الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 41 نقطة مقابل 34. الربع الثالث اتضح بأن الأسد المنامي بدأ في الاستيقاظ وتدارك الوضع ونجح في تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط في منتصف الربع، حينها تدخل المدرب القدير عبد الحميد إبراهيم بالوقت المستقطع الذي أعاد توازن الشارقة قليلا، إلا أن المنامة أبى إلا أن يعيد الفارق مرة أخرى مع نهاية الربع الذي انتهى بنتيجة 56
مقابل 53. الفرصة الأخيرة في العودة كانت في الربع الأخير. المنامة عامل جاهداً لذلك ونجح في تحقيق أول تعادل في المباراة بعد مرور دقيقتين ونصف، إلا أن الشارقة انتفض مرة أخرى وعاد لتوسعة الفارق ولم يترك مجالاً للمنامة بالعودة، ونجح في المحافظة على تقدمه لنهاية المباراة التي أعلنت تتويج الشارقة بطلاً لأندية الخليج على حساب المنامة للمرة الثانية على التوالي، ليكتفي الزعيم بالوصافة والتأهل للتصفيات الآسيوية. رحب فيكم مشاهدينا الكرام من جديد في الفقرة الثانية، ولكن قبل لا أبتدي وياكم عطنا الكاميرا على الكابتن عبد الله الفحل. كابتن عبد الله امسي عليك بالخير، بس ابغى اعرف ايش قلت حق ريان الحين في البدايه. قلت له صار اضعف ذاك السيد اللي متخلقص امس. اسخن انا 20 دقيقه برا على الشارجه هني. والله شفناه. اي استغرب بس نفخ 20 20 روح ياكل عيش برياني عقب الحلقه. رحب فيكم في البدايه كابتن ريان محمود. امسي عليك ومسي على الجماهير في العرس الخليجي. كابتن عبد الله صراف من الكويت. يا هلا مرحبا فيكم، وان شاء الله نكون قدمنا استديو تحليلي مشرف للبطوله هذه ويرفع الراس. نعم. الكابتن عبد الله فحاله مساك بالخير، والحمد لله قضيت البطوله على خير. ترى الناس متابعين وايد. ليش؟ كل واحد يودنا في الصاله ما شاء الله اون فاير. ايه الحمد لله. الحمد لله. طبعا نقدم الشكر ايضا الى بتيل للورود، بتيل فلاورز اللي قدموا لنا باقة ورد في هذه الحلقة، تقديرا لبرنامج اون فاير وفريق العمل وقناة البحرين الرياضية. وحنا نشكركم دورنا على هذه اللفتة الجميلة. طبعا المباراة مثل ما احنا عارفين انتهت لصالح فريق الشارجة 82 نقطة مقابل 74. باك تو باك، لان اقول كلمة باك تو باك يعني بطولتين على التوالي. الشارجة توج نفسه أمام المنامة، الاثنين هم الأفضل في الخليج، والاثنين يمرون نفس الظروف في الدوري، ما توجون نفسهم، ولكن الاثنين أثبتوا كفاءتهم في البطولات الخليجية. المنامة والله اليوم لابس أزرق، أنا لابس أزرق أول مرة ألبس البدلة الزرقاء حق يعني كنت أتوقع أن المنامة يفوز، ولكن ما الله راد. لكن المنامة أدى اللي عليه وزيادة في ظل الظروف اللي عيشه وحالة التغييرات اللي يمر فيها في هذه البطولة. الاستقرار الفني كان عامل مهم لفريق الشارجة، هو كان على حساب المنامة في الأفضلية النسبية. وجود عبد الحميد إبراهيم في سنة كاملة، موسم كامل من بطولة الخليج، كان مدرب طوارئ، كان مدرب منتخب الإمارات الكابتن عبد الحميد إبراهيم في الموسم الماضي، من مدرب منتخب الإمارات إلى بطولة الخليج في مسقط، وكان غير مرشح تماما الشارجه، ولكن توفق الكابتن عبد الحميد ابراهيم وقدم استقالته، توج نفسه من ببطوله الخليج امام منامه ب 98 نقطه مقابل 90 نقطه في مباراه كانت جدا جميله. ثم تفرغ الى نادي الشارجه، وهذه المهمه بالضبط اللي يعيش الكابتن سلمان رمضان الان بعد بطوله او بعد يعني طبعا انتهاء عقده مع المنتخب الاول للرجال والاتحاد البحريني لكره السله. تم اسناد المهمه له كمدرب ثالث للمنامه قبل عده ايام بسيطه من هذه البطوله. طبعا الان ننتقل الى المباراه والكوارتر الاول. كابتن ريان المحمود، بدل الكوارتر، في الكوارتر كان سريع، الفريقين تبادلوا فيه النقاط. شفنا اللاعب البولندي للمنامه هي واز ترينج تو استابليش هيم سيلف، يعني حاول يفرض نفسه على المباراه، وكان تقدم نسبي للشارجة. بس من بداية المباراة السبيسينج للشارجة وايد أفضل من المنامة، الطريقة اللي يفتحون فيها الملعب وايد أفضل. هارس قدر من البداية هو يأخذ تيمبو المباراة، إنه يتحكم في تيمبو المباراة، وهذا الشيء شفناه عبر الأشواط. حلو كابتن عبد الله، كوارتر أول. راح نركز طبعاً اليوم المباراة لنا واحدة، طبعاً نركز على الفترات وش صار في المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوارتر الأول بداية تشكيلة غلط لنادي المنامة. لا يمكن أنك أنت تمسك هرس
اللي خذ جو البطولة وهداف الدوري اللبناني قبل كم شهر ويا حق الشارجة. يعني إذا عبد الله يعرف هالمعلومة أتوقع لازم نادي المنامة هم يعرف هالمعلومة. فأنت تيجي تمسكه لاعب ما يعني كلمة محلي مو كلمة ترى عيب بس مو تقليل من شأنك ولكن هذا لاعب محترف جسمانيا أقوى منك شوت أقوى منك جنب أقوى منك. لما يمسكه أي لاعب ثاني راح يأخذ راحته بالملعب. فبدأ المنامة بدايته كان بداية تشكيلة بداية قلط لنادي المنامة في الماتشاب وتوزيع المهام منه يمسك منه. كابتن عبد الله أنا بزيد عليهم شوي. دي الكوارتر كان لو سكور 15-10 دفاعيا المنامة كان زين وأثني على كلام أخوي عبد الله. تناقض نفسك اذا تنقض. لا تناقض نفسك اذا انت لانك دفاعيا زين وهذا لا هو عنده وجهه انا وجهه نظر حن بكمل لك اياها. يمكن كابتن سلمان يمكن بيريحها لبعدين الشوط الثاني بنتكلم تشوف هو اللي يوده. يمكن لو منام مسجل مثل انت ما قلت تمبو يصير صوبه لكن 9-10 محاولات على راس تضييع وما يصير في مباراه نهائيه كذي. دفاعهم كان زين في ستوبس ترى 15 نقطه يا ابن شاء الله. اي طبعا كانت المشكله في الهجوم كان مشكله 4 دقائق ونص ما ياب في الجول ياب نقطه بس نقطه واحده. فهذه الانطلاقه حق المباراه النهائيه التيمبو تاخذها. فالكوارتر الاولي الصراحه التايتل ماله تضيع ضعيف استعجال وضعيف ضعيف فنيا من الطرفين ترى. لا اكيد الشارجة تعمدوا يمكن الشارجة تعمدوا البطل. انا احلل لك بس الشوط دي بعدين بقول لك الشوط الثاني الكوارتر الثاني بس حل. الشوط الاولي الكوارتر الاولي كان سيء واستعجال من الفريقين. كابتن ريان ليش قلت الشارجة يعني حاولوا يمتصون حماس المنامة؟ الروتيشن شوف الروتيشن الشارجة 6-7 لاعبين معنا اليوم بنت الشارجة تألق ما يبي جيم سريع ما يبي جيم هاي سكورينج. المنامة يبي جيم سريع يبي جيم هاي سكورينج. هارس وانا اتفق مع الكابتن عبد الله ليش في موضوع الماتشاب. انت الشارجة بدون ويلكرسون وهارس ما يقدر يفوز عليك مع احترامي حق الابطال يعني عمر وجاسم ويونس ومحمود حسام بس ما يقدر يفوز. قلل نسبة الفوز. قلل نسبة الفوز. أنت أقوى مدافع عندك مفروض تحطه على هاللاعبين. فأنا أتفق مع الكابتن عبد الله في موضوع الماتشاب. بس أوفرال الشارج ما يبي جيم سريع ما يبي جيم 190 يبي جيم في 70 في 80 يسيطر عليه الجارد يقدر يستغل فيه الهاف كورت أوفنس وهاي اللي سووه. تتفق يا كابتن عبد الله؟ أكيد. شوف لما نمدح كابتن عبد الحميد فهو ما يمفرق. عبد الحميد مناطر كلمه مدح من عبد الله الصراف. عبد الله الصراف بالنسبه له واحد من عياله فهو يعني شيء كبير. بس ارجع حق كل مباريات البطوله خلي الناس ترجع حق مباريات البطوله. منو يمسك المحترف اي محترف بالجاي بالفريق الثاني كل مباريات البطوله جاسم مسكه. اليوم منو ماسك لامبا منو ارجع حق مباريات البطوله منو يمسك اي محترف جارد اول كوارترين او يمكن نص الثالث يونس. اليوم منو ماسك وايت؟ هارس. هذا المسماتش هذا الجيم صحيح. اليوم بتقول لي كابتن عبد الحميد راهن ان اوقف هذول الاثنين. ما اقول لك المحليين نادي الملام مو زينين محليين على مستوى عالي وايضا نادي الشارجه على مستوى عالي بس خلينا نكون واقعيين يا جماعه نسبه الفوز راح تقل. شوف التكتيك اليوم خل محترف يفتشون بعض واحد يكسر الثاني نسبيا راح تقل. راح يحط سكور بس راح يتعب لما يوصل لك للرابع. انا اوكي يمكن احط 20 نقطه بس انا تعبان بال20 نقطه مو قاعد احطهم وانا ايزي واخذها واسوي جمب ستوب واطمر ولما ادش على الطويل ماكو احد يضايقنا جسمانيا. خلاص انت قاعد تظلم اللاعب محل لما تمسكه بهالمباراه لاعب محترف. هذا هم جايبينه عشان اليوم هذا. ابو احمد انا برد اسالهم السؤال بيناتكم. انا سالتكم مباراه اهلي شباب دبي الاولى لو المباراه بدون محترفين لوكال ضد لوكال مين يفوز؟ طبعا المنامه. انا قلت البنش منامه لسبب واحد انا بنش لان عنده بنش انا من كذي ايد كلام الكابتن عبد الله. صحيح حاول ان تسوي نوترلايز للمحترفين بس اوكي تفضل الحين انا ما باخذ ما ادري خلص انا خلص سامحني قاطعتك. تفضل الكوارتر الثاني كابتن رياض المنامه رجع شوي هجوميا في الكوارتر الثاني بس رتم المباراه حتى والمنام يسجل ويسوي رانز رتم المباراه تحسه في يد هارس في يد الكابتن حميد ودور اللاعبين الرول بلايرز يونس وجاسم لما دخلوا انت تشوف انا في ادفانتج انا حصل عليكم كلكم انت اللي انت قاعد في الملعب تشوف اللعب مستواك.
انا من التلفزيون لين الشارجه يهجم، وهذه دليل تشوف المنطقه خاليه. اذا في مسماتش للشارجه، وشفنا نزل عمر نزل جاسم، عنده مساحه تنزل بالمسماتش، لانه ما في لاعب ثاني داخل المنطقه. المنامه لين يهجم تشوف ثلاث لاعبين داخل المنطقه، صح، تشوف ثلاث لاعبين داخل المنطقه. حتى لو عندك مسماتش انت، يعني انت وانت تعلق كنت طالب ان استغلال محمد امير بدل احمد نجف، لان محمد امير يقدر يسجل، صح، بس المنطقه مو فاضيه. شفنا الشارجه في زحمه إيه إيه. شفنا الشارجه ينزل عمر ضد حسن نيروز وحسين شاكر، ينزل جاسم ضد الاثنين، شفنا يونس يستخدم المسمات بشتفي اذا ما يلعب بظهره. المنطقه مفتوحه، تعطي الشارجه يلعب في هالمساحه. المنامه المنطقه ما كانت بهالانفتاح. كابتن عبد الله، بالنسبه لي بكمل على كلامي اللي قلته اول شيء اللي هي بدايه غلط على هالجمهور منامه. انا لاعب واحس بهالشعور، اذا هالجمهور ضدي والفريق اللي انا قال بس انه طافت جاي بياخذ الثار هالموسم، طبيعي انا احس برهبه، طبيعي ان انا شوي متنشن، عرفت؟ والشوتر لما يكون متنشن ما راح ياخذ. اللي صار حاول منامه يرجع بالجيم، بس اوريدي هارس دش دو المباراه وقال حق ربعه يلا الحين اذا يتلكم اوبن شات شوتوا، اذا يتلكم مثلا راح يساعدون علي انت، خلاص دخل ربعه جو الجيم. انا قلت لك مباراه نفس هذه كابتن، البدايه هي اهم شيء. انت الشارجه يعني انت قلت امس، قلت حذاري من كابتن عبد الحميد لا ياخذ عليك جاب خمس نقاط، عبد الحميد خذها 10، تبي تلحقه؟ زين الشارجه لاعبين منتخب، يعني لاعبين لوكل عندهم خبره، مو لاعب والله صغير ما يدري يتسرع، وبيج جايز ويعرف متى يسوي الفاول متى ما يسوي فاول، انت خليك تسجل نقطتين ما يحتاج انه يسوي عليك فاول. ف حاولوا المنامه يردون، حاول المنامه انه يعني كان ودي ان محمد امير ينزل اكثر ياخذ وقت اكثر. انا ما ادري اليوم كم لاعب، يمكن المباراه كلها محمد امير لعب 9 دقائق او 10، يمكن مو اكثر من كذي، لا يمكن يكون اكثر. كان ودي انه ينزل اكثر، يصير عندك نسبه طول على الاقل. هارس لما يطوف واحد طويل يتضايق بالثاني، صح، على الاقل. اي كابتن عبد الله، انت تذكرون امس كلامي ايش قلت لكم؟ قدام الدفاع دفاع ضاغط يكون المنام وفيه هلب المفروض، لان الخطر جاي. انت تذكر شنو قوه الشارجه من سالني؟ قلت له في هارس. هارس شوط ثاني بين الدفاعات يا اخي ما يدافعون عليه صح. لو تلاحظ في المباراه كلها يمكن اللي اعطوه جهه اليسار يمكن سوى تيرن اوفر فور شات وسوى بعد خطا ثاني، يرجع لما يمين اصلا يرجع يمين. فلاعب معروف وين يروح، يحب الجهه اليمين، هاي واحده. الخطا الثاني اللي شفته حق المنامه، واثني على كلام اخوي عبد الله، الا من هني ابتدت قصه المنامه في المطارده، يعني اجهاد كاتشب، بس من الشوط الثاني الكاتشب قاتل قاتل. وفي ذي المباراه ودي 7 وجمهور قاتل. كابتن حميد هاي اللي كان يبيه من برا، اللي هو يكون في الليد وشون يلعب. انتوا عطيتوا، انتوا قاعد تعطون كريدت كابتن حميد. لحظه بقول لك، انا بقول لك على كابتن سلمان، سوى لعب 2 3 من كمش داخل عقبه. لا انت ما شفت، انت لان ما تشوف المعلق ايش سوى. نحتاج الزون، نحتاج الزون، زون غلط. 4 3 بوينت حط علينا. انا برد عليه، ايش يلعب شارجي؟ لحظه، ايش يلعب شارجي؟ هجوم؟ لا دفاع، ما انت 2 3 لا معظم الاوقات ما انت مان، بس يلعب 2 يلعب 2 3 ماتش يلعب 2 3 3 ماتش اب 2 3 ماتش اب يلعب 1 3 1 ماتش اب. كابتن الشارجه يلعب 2 3 ماتش اب لما تطلع الكره اوت سايد، بيس لاين وسايد لاين، يعني اي اوت تو يرجعون زون. يعني معقوله احنا غير وايد دفاعات؟ يعني هذا اللي انا متصوره. معقوله انا لو انا يعني لو انا الحين انا لو انا اليوم لاعب سيم من الفرق وقاعد العب قدام الشارجه، اول ما اطلع الكره انا اقول خطه الاوت مالت الزون على طول. شارجه صار له 6 ايام يلعب مصر. يرجع زون على طول، لا بس المنامه مشوا خطه زون، يمشي خطه زون، بس خطه الزون مو فعاله 3 بوينت على راس. انتوا شوفوا، انتوا الاخطاء كلها ذي اللي تحملونها يتحملها اداره نادي المنامه، مو سلمان. لا 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 سلمان اسبوع، لا سلمان ما يتحمل شيء. اي هذه فاحنا شلون نحاسب على موضوع احنا ما نحاسب سلمان. كابتن احنا نقول شيء غلط، احنا نقول فريق صار في الكوارتر الثاني. انت كلامك انا اتفق مع كلامكم اثنيناتكم. موضوع الروتيشن، موضوع الروتيشن في الدفاع والهيلب الروتيشن في اسبوع، اي في اسبوع، في يومين قبل البطوله المفروض هو يحله كابتن. لا في بيس، انت تتكلم انت كابتن. ايوه انت تتكلم، انا قلت لك اياها من ساعه برا واقول لك اياها الحين.
انا كاسمي عبد الله انا ما افهم افضل من اي مدرب هني، ولكن انا اشوف صح. انا اشوف صح، انا قاعد اشوف اللي اشوفه، يمكن باكر لو تعطيني فريق انا ما افهم شلون ادرب. صحيح صحيح. ولكن كابتن انت لما تقول لي، انا ما اقول لك كابتن سلمان يتحمل كل شيء لانه باسبوع يا هو مو ساحر بالاخير، تمرينين بس. كابتن هرس، هل متوقع ان هرس يوقفه واحد نفس السايز؟ ماكو ولا واحد نفس السايز. انا اتفق وياك، النقطه نتفق، الماتش اب على المدرب اللي على الخط بس. صح. لا لا الماتش هذه المباراه بس موضوع الاداره الحين، موضوع ان الزون لا إيه موضوع ان الزون إيه ما يضغط على الكره ما يقدر يسوي فيه شيء سلمان. زين لو كان توريكو وايت ميود مارفل من البدايه، من البدايه الماتش اب يتحمل المدرب اللي على الخط. هذه اللي نقول احنا، هاي اللي نقول، هذه من كذي من البدايه اتفق مع من الكوارتر الثالث. شوف الكوارتر الثاني هلا قلت لك بدايه الاخطاء ابتدت هنا، خلى شنو الاخطاء الثانيه غير اللي قاله كابتن عبد الله؟ انا اتفق معاكم ان هاي غلط المدرب اللي واقف على هذا اللي قلنا احنا. بس الروتيشن والمواضيع والاوفنس من هذا مو ما اتكلم عن الاوفنس، انا ما اتكلم عن الاوفنس، ليه احنا نتكلم عن ديفنس والخلل ابتدى في الديفنس ريان. فانت خليت شنو الخلل غير الماتش اب كابتن؟ تبدي من الماتش كابتن، انت مدرب كل خطه تسويها حق فريقك شنو تبي نهايتها؟ شنو تبي سكور او واحد على واحد؟ أي واحد صح على واحد. تبي تصيد الماتش اب واحد على واحد. هارس لما يدش عنده ناس شوت، جاسم وعمر أتفق. اوكي فهارس لما يدش ويحط لك لاي اب ليمين ربيع انا بساعد هات عمر أتفق. عمر يشوت مرتاح، جاسم يشوت مرتاح. اتفق الماتش اذا راح من هي وجاسم كان شط الاولي يا جماعه لا تناقشوني في نقطه انا اتفق معاكم فيها. اتفق معاكم انا اقول لك الزون مو مشكله سلمان بس الماتش اب صح. اي اتفق معك. اوكي الشوط اول انتهى 41-34 فارق 7 نقاط. طبعا الكوارتر الاول 10-15، بعدين الكوارتر الثاني تعدلوا الفريقين 24 المنامة 26، رجع الوضع طبيعي خلاص، رجع المنامة طبيعي. بس يعني نفس ما قلت امس انا، لا تعطي الشارجة فرصة 5 نقاط تقدم عليك، وانهى الكوارتر الاول 5 نقاط كانت قاتلة هذه حق المنامة، لانه مثل ما قالوا الكاتش اب يعني انك ترجع تلاحق المباراه. ومنامه كان يبي ياخذ المباراه، ليش؟ الجمهور عامل ضغط كبير على لاعبي المنامه، والكل كان يعني يطمح ان المنامه ياخذ المباراه، لكن ما كان متوفق في بعض الفترات، وخصوصا في بعض الكرات كان يعني توفيق، يعني الكره دش تطلع ايزي. انا مؤمن، انا لا لمبي يعني كان ايزي شات تدريبيه توفيق على الكل. يعني انت قلت لك ما بتشوت 53% من فريق المباراه؟ اي لا طبعا لا، الافرج بيصير عاد ما بشوت 0 من 10 من تحت. لا لا بس انت ابو عيسى الرياضيات شلون تصير؟ الافرج ما ينخذ مباراه، تشوت 50 بينزل 25 عشان يصير 40 حق الشوط الثاني، فلازم انت تكون مستعد لهالشيء. حلو طبعا الكوارتر الثالث كابتن رياض نفس الشيء، شفنا حتى والمنامه وهو يسوي الكمباك ويسوي الكاتش اب المباراة ما تحس انها بتطلع من الشارجة. ايه ويرجع وايد من ذي ان هارس متحكم في رضم المباراة. ايه هارس والسكورات المهمة شفنا ويلكرسون يلعب 1-on-1 على لامب، وشفنا في الكوارتر الثالث شفنا البوست اب المسماتش اللي يشتغل الشارجة ضد حسن وضد حسين شاكر بعمر وجاسم. يونس كان يؤدي في الشوط الثالث، طلع دوره الخفي اكثر شوي، طلع دوره الخفي اكثر، ادى اكثر. المنامه ما كان فيه مغامره. انا تمنيت اللي انا الوم فيه يمكن الجهاز الفني المنامه، انت الحين خلاص بدينا واحنا قاعد نلعب من ورا 5 نقاط، خلينا نغامر يا اخي، خلينا نغامر. انا ما حسيت المباراه خدنا 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 احنا زمام الامور، خلينا نغامر ببريس، نغامر بدبل تيم اللي سواه في الشوط الرابع. انا اعتقد شوي متاخر، كان المفروض نسوي دبل تيم على هارس شوي اسرع. إيه؟ بس ما شفنا ما شفنا التغيير. حلو كابتن عبد الله كوارتر الثالث لام اللي انا شفته راح اقوله، لام طلب من وايت انه يمسك هارس مو المدرب، لا اللي انا شفته راح اقوله واضح، لام طلب من وايت انه يمسك هارس لام. هذه ساعات اللي في الكاميرا ما تصيده. انا ما انتوا خل المواضيع هذه ما تدخل فيها. لام طلب من وايت انه يمسك هارس وقال حق ميثم، مو كسوره بميثم جميل، ميثم جميل انا قلت قبل يومين انا قايل روح نادي المنامه لما ينزل يلعب روح نادي المنامه، يا قاتل يستذبح اصعب مهمه عنده، اصعب شيء يبونه يحط سكور يبونه يدافع ويا بسكورات يا بثريات. بس رحم الله مرن عرف قدر نفسه، هذا ريال متمرس، وريال لما يمسكه وايت مو عشان وايت اوف دفاع خارق وما راح لا على وايت نفس الجسم، لما اني ادز وايت غير لما ادز ميثم جميل ولا ادز عبد الله ولا عبد الله وكابتن ريان غير.
البادي غير، اللعبه غير، وايت متمر دوري استرالي فيعرف شلون يمسكه، عطاه جهه واحده. حاول المنامه يرد بالمباراه، رد لي ثلاث نقاط، رد لي ثلاث نقاط، بس انت نفس ما قلت كاتشب، نفس ما قلت كابتن عبد الحميد، انت لما ترد على الشارجه وقعد يعني انت قاعد تتعب اكثر من الشارجه ترى. اي طبعا، يعني انت قاعد تتعب زياده الحين، انت اوكي رديت بس انت النفس هل بيساعدك؟ النفس هذا اللي صار كوارتر ثالث. راح انت تحكي على الرابع. اي اي كابتن عبد الله، انا عندي ثلاث نقاط. اول شيء فنيه، هذه الشوط الثالث اللي شفته انا كان كابتن الحميد يعد حق الكوارتر الرابع، وبقول لكم شنو الصله اللي بينهم. تركيزه على المحترفين كانوا اثنين بس لا بقول لك كوارتر الرابع سوا، بس بعدين لما نتكلم حسيت فيه لا يركز حق نهايه المباراه، مو بذي الكوارتر، ما يبي ذي الكوارتر، كان ذكاء لازم انت تقرا. شيء ثاني، عطى لاعبين ثقه، شيء يمكن انا اتابع ال اتش 5 لانجويج لب ريدنج، اي واحد شاب يدخله، اي واحد شاب الثاني اثنين عم دخل، تمشي قول لهم انت اوكي، يعني سوى اللي تبيه. هني الحين انا بجيب لك حق المنام، شوف الثقه اللي يعطي لاعب ماله، يبين لك كل واحد يقوم بدوره. يعني لما واحد يقالط في الشارجه ما تتصور شلون يصرخ عليه، وعلى طول الاجسمنت ماله يعدل. تعال جانب المنامه، انا بالنسبه لي في ناس مرهقين وفي ناس ما لعبوا يا اخي مبارتين ثلاث وعلى مستوى اسماء، ما تعطيهم دقيقتين ثلاث اذا تبي تطالع المباراه انت الحين، مو بالكوارتر الثالث. من تقصد؟ قربان ما لعب، برونو قربان، ايه محمد قربان، كامبس ما لعب، موستي مصطفى ما لعب مباراة اللي قبل. هني المقابرة المخاطرة، تعلمت موستي؟ لا لا بس مشت عليه مشت عليه. هني المقامرة اللي مال المدرب شلون يجرب هذا، يمكن ها ويمكن عندهم كونديشن يتعبون الفريق الثاني. شفت محمود اليوم دخل بالضبط. انا بقول لك شيء، انا بقول لك شيء عن محمود. امس في الليل انا مع الكابتن عبد الرحيم والكابتن عبد الحميد، فكابتن عبد الحميد دائما يخدر، لا احنا ست لاعبين بس وصعبه علينا المباراه، فانا احاول ان استفزه، لا انت يا كابتن وخبرتك. فقال لي شوف ريان، اذا بنفوز محمود حسام بيفوزني. صور والثمان نقاط اللي سجلها. صور قال لي اذا بنفوز محمود حسام هذه بيفوزني. هذه ما قلل ترى، عشان اقول لك شلون تفرق. كمل كابتن. انا شوف ترى انا ما قلل من الكابتن سلمان، خذوني بس يعني. لا بس قاعد تقلل ابو عيسى. لا ما قلل. انت ابو خالد قاعد تقللون. لا ما قلل. لا انا ما قلل. المباراه مو في المباراه. انا احلل لك المباراه. هم يحكون عن المباراه. انا اعطيته امس. ليش ما عبرتوا فيه يوم الثلاثة؟ لا لا اعطيته امس الثناء واعطيته كل شيء ورفعنا في السماء. عدل؟ في ادائه وبطريقه تبديله وكل شيء. نفس اللي شفته قبل اسبوعين؟ ها الحين شفته قبل اسبوعين. لا الحين شفته قبل اسبوعين. خلوني خلوني خلي شوي تكليف شوي بس نقطه. هاي قلت لك على اللاعبين. ما استقلوا، لازم انت المخاطره ترى في اشراك تغيير ترانزيشن وينه؟ مال فريق يلعب سته ها؟ وانت ما شفت انا رن. اتفق معك. شو رن؟ ما قد شفت مباراة. نطلع الكرة اكثر. العب العب افتح اللعب. نطلع على الوينج. اطلع خسر الكوارتر الثالث تشهدهم. عرفت؟ بقول لك انا بعدين عن الكوارتر الرابع ايش سوى الكابتن حميد؟ زين. انتقل للكوارتر الرابع كابتن. انا انتقل. اي. زين اللي قلت لي. لو لاحظت الدفاع شددوا المنامه على من؟ على اثنين، من فتح؟ اللاعبين المحليين حسام وجاسم هم اللي يبون المباراه ترى. لو تلاحظ انت المحترفين تنام ترى محترف المنامه يبوا 50 نقطه. لا لا في السبعين. لا لا المنامه في السبعين في السبعين هو قال شنو؟ محترفين المنامه ما يبوا زي من 50. لا 70% من النقاط انت قلت في التلفزيون 50 محترفين الشارجه 53 وشوفوا الاحصائي شوف الاحصاء. انا اعتقد بالعكس ابو عيسى اسامه قالها بالعكس وهو يعلق كان منامه اكثر ان شاء الله كنت متاكد كان المنامه اكثر اكثر منامه اكثر منامه محترفين طبعا اليوم حزت اللي انا قلت اكثر كان ايه؟ كان 72% صح ايه؟ من الفرق فايدني صراحه من الفرق اللاعبين المحلي حميد لعب خلى المنامه يفكرون الا هذا اللي بس بلعب فيهم لكن انت تصدق الاوبن شوتس كانوا اوبن ها صح. مرتاحين المحليين ذكاء ذكاء من المدرب بعد روتيت كانوا مثل ما قال كابتن عبد الله ينتظرون الشوته تحصلونها صح ما يلحقون الشوته روتيشن باس بس تعب لو واحد من العباس قام عليه يدخل عليه الكابتن حميد
يدخل عليه الملعب باس ذا بول باس ذا بول ليه اوبن شوت يلعب على المحلين. هذه نقطه وايد مهمه ترى، ودي المباراه الحساسه والكلوز يبي لها هلون طالع بعيد. انت تمدح في حميد ولا تذم في المنامة الحين؟ الاثنين المنامة سلمان ما يندم مدحك في حميد ولا انت لا تجيب الكلام لا تجيب الكلام ذم انت قلت الاثنين لا تجيب الكلام ذم كابتن المنامة اليوم احنا ما نتكلم عن كابتن سلمان ما نتكلم عن سلمان كابتن سلمان ترى احنا افضل منك تدريبيا لا لا يمكن لا يمكن هذا واحد اثنين احنا قاعد نشوف شو اللي صار يا اخي اذا احنا قاعد نقول بدايه المباراه الماتش اب غلط وامس انا قلت لك اوكي اذا احنا قاعد نقول الكابتن عبد الله قال عندك ثلاثه او اربعه على البنش ما لعبوا امس على الاقل يعني حال مغامرات ممكن اوكي انا اقول لك شغله وانا قلت حق كابتن عبد الله مساء انا احلف قدام تلفزيون وعلى شاشه التلفزيون قسم بالله العظيم انه قاعد تجيني اتصالات من الكويت عبد الله كمبس ليش ما يلعب كمبس شو في شيء ارد عليه رد اللي وصل كمبس لهالمستوى مو كابتن سلمان كابتن سلمان رجع كمبس في التشكيله من ال12 كمبس الثلاث سنوات اللي هو انا ما بقول كلمه يحارب ثلاث سنوات اللي هو ما بقول بعد مهمل من قبل المنامه ثلاث سنوات اللي ما قاعد ياخذ منه يمكن اكثر لاعب موهوب في البحرين أوكي. وصل كمبس انه في نهائي كاس الخليج ما ياخذ دقيقه انا اسماء ناس ما لعبوا من وصله الحق كان كمبس سلمان رجعه في الروستر 12 لاعب انا سمعت كمبس كان مو موجود سلمان رجعه قال شلون لاعب بهالمهاره ايه انا اتفق معاك انا اقول لك شغله واحده مساء احنا قاعدين برا كابتن يونس يقول احنا بالدوري كابتن عبد الحميد ما كان يلعبنا الكبار وايد لما شاف ان احنا راح نخسر قام يدز باليهال عشان او سوري على كلمه الصغار بالعمر يعني اوكي احنا بالكويت نقولها كذي اسف على هذا فكان يدز بالصغار الصغار بالعمر عشان اليوم هذا كابتن يونس برا يطلع اسئله ها قال عشان اليوم هذا احنا قاعد نبيهم شوي ياخذون ثقه بالدوري عشان لما نيجي سي سي نحققها حلو كمبس لو ملعب المباراه الاولى خمس دقائق والمباراه الثانيه سبع دقائق والثالثه عشرة بهاليوم راح تاخذه صح وياك بس ليش ما لعبهم بدايه الدوري هاي موضوع ثاني كابتن انا بتغير مدرب لا احنا في كمبس انا اتكلم من بدايه الدوري ليش ما تطبقون نظريتكم من بدايه الدوري خمس دقائق ليش بديتوها من سلمان شوف الجمهور ما له شغل لا الجمهور الحين طالع يدورون احد لا 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 سبب الخساره شنو الحين بيعرف سبب الخساره شنو انت قول الشارجة كفريق افضل من المنامه ليش صار فريق احسن في اسباب أنا قلت قال استقرار اداري استقرار اداري فني عطني الكاميرا استقرار اداري فني ايش قلت فوز يعني سبب رئيسي فوز الشارجة يا جماعه تذكر شوي واحد يا جمهور المنامه الشارجة عاش مرحلة سلمان العام استقر ويا عبد الحميد إبراهيم كمدرب طوارئ من العام في بطولة الخليج كان مدرب منتخب الإمارات صار مدرب شارجة في كمدرب طوارئ إعارة من الاتحاد الإماراتي وتم وياهم من العام من شهر خمسة لليوم استقال من الاتحاد الإماراتي المنامة عقيل ميلاد لوكوسيوس وبعدين قالوا لوكوسيوس عقب الخروج من البطولة بطولتنا المحلية كاس خليفة بن سلمان وتعال يا توني فوجنيك يا سام فينسنت يا سلمان رمضان في ثلاثة أيام دار رأسهم لاعبي المنامة يعني سلمان رمضان ما قصر وصل بالفريق إلى السيمي فاينل من في البحرين توقع المنامة يوصل فاينل يلا أنا بعرف ما حد توقعت عطني محمد عطني والله صح كلامك كله صح عطني كلامك كله صح الانتقادات اللي تصب على سلمان رمضان هذه في غير محلها بعد الحق يقال وما يصح الا صحيح سلمان ما قصر صراحه يعني احنا ننتقد سلمان في المنتخب لان اخطا ننتقد صح ولين سوى صح ننتقد اليوم سلمان شيل القلم عنه ما قصر مشكور اللاعبين يعني في اخطاء من اللاعبين وبعد في النهايه المنامة كان في أسوأ فورماته من خمس أو ست سنوات وصل فاينل الخليجية كل التغرير للمنامة وناخذ سلمان رمضان في اللقاء التالي أول شيء يعني شارجة إحنا نعطي كريدت حق شارجة لعبة مباراة زينة هو بيكون وان وينر يعني ما مش تو وينرز إحنا ما ابتدينا زين في المباراة ما أدري لأن ما طلعوا من نشوة أمس الفوز
we didn't shoot good. عقب لين سوينا الادجستمنت افتكر كنا مسوين ستاتس على اللاعب الصغير اللي دخل 2 3 بوينتر افتكر هاي اللي غير المباراه والامريكيين كنا مسوين عليهم جود سكاونتينج بس ستيل وي كودنت ستوب ذم ما قدرنا نوقفهم الفوز الام سي يمكن خلاهم في يعني نشوة الفوز ما طلعوا منه and we tried يعني حاولنا نطلعهم من امس بس يلا ما قصروا يعني اللاعبين ما قصروا دفاعيا احنا كنا ما كنا زينين دفاعيا سيئين قدرنا نرجع في المباراه ولكن ما قدرنا نسيطر فاظن عكس الشارجه كانوا كوارهم في الاوفنس خصوصا حتى ربعنا اكثريتهم في الهجوم ما كانوا متوافقين اليوم هذه مباراه نهائيه مباراه واحده ف جهزناهم حق هالمباراه لكن بعض الاوقات اذا في عدم توفيق خصوصا في الهجوم هذه تصيدك مشاكل طبعا طبعا سلمان رمضان ونوح نجف نوح تعب هاي الموسم تعب وايد مخلص صوت الريال ويعطيك الف عافيه كابتن نوح نجف يعني تحمل الكثير تحمل ضغوطات هائله من الجماهير اللي كانت تطمح في الذهبيه كلمه حق الكابتن نوح كابتن ريال والله شوف نوح نجف يعني تبي عن تاريخه ولا عن هالموسم ايش دخل تاريخ انا تحكي عن الموسم ذي التاريخي كابتن شوف موسم تاريخي من نيجاتيف نيجاتيف اي لان مبتعد عن البطولات وجود كابتن نوح انا في حلقه تطرقت لهالموضوع وانت سكتني وجود كابتن نوح على البنش ساعات ياثر سلبيا ليش لانه بسبب خبرته السلاويه بسبب اسمه احنا نوح نجف قبل يسلم علينا اذا يسلم عليك 6 ايام ما تغسل يدك ايه تروح الفريق نوح نجف مسلم عليك ماكل صبي طيب خاف البركة تروح بسبب هيبة كابتن نوح نجف واسمه وايد من المدربين هو ما تشوفه يعني تشوف إداريين ثانيين يتدخلون حتى ايه لا لا هو ما يتدخل بس وجوده وهيبته على البنش تأثر سلبيا على المدربين تأثر سلبيا على المدربين تشوفه يطلعونه في التبديل يطلعونه في تغيير الدفاع فأنا ما أدري شنو الحل هل يروح المنصة ولا يمكن تجيب مدرب ما يكون يا انه يكون في نفس مستوى تاريخ كابتن نوح او انه يكون اجنبي اوكي كابتن انا ادري هاي مو الاجابه اللي تدورها بس سامحني كابتن عبد الله طبعا كابتن نوح نجف انا وجهه نظري هو اسطوره البحرين بالنسبه لي بكره السله يمكن انا مع احترام جميع الجيل اللي انا ما عاصرته ولكن انا عاصرت نوح نجف على اخر ايامه ف شفت شنو نوح نجف كابتن نوح نجف انا من اخوك الصغير وجهت لك رساله اللي ما يخسر عمره ما راح يفوز انت طول عمرك تاخذ بطولات بالبحرين مو غلط انك تخسر هالبطوله هذه خبره جت لك بقول عن كلام كابتن ريان ترى نوح نجف انا كل مره اقعد ورا بنش المنامه كابتن نوح نجف لما يصير تايم اوت يوقف عند مال الماي عند اللي وين المكان الماي ما يوقف بالتايم اوت عمري ما شفته راح كلم مدرب قال له مثلا على طول حتى سواله كذي ولا سواله 2 ولا 3 ولا ما يتدخل مع ان نوح نجف مدربين في مدربين يكلمونه اوكي ترجع لي ترجع لي ترى ترجع له ادفايس يعني جماعه مو مشكله يا جماعه مو شيء غلط ان لما انا عندي واحد ممكن لا نبره منه. إيه لا نبره احنا طبعا. قلنا قبل كم يوم على غشمار احنا بالكويت جنجفه نسميها الورقه البتة يا اخي البتة لما تلعب واحد وراك تلعب احسن صح واحد يقول لك لا دير بالك صح مو غلط هذه الفحل انت كلام مغلوب في المجلس يقولون لا البنك انا ما والله معلومات مسربه من قال لك ما انغلب ما احب انغلب اصلا إيه. وهذه في يدك الورقه لا محظوظ وهذه هو نوح ترى ما يحب الخساره انا لعبت وياه نوح ما يحب الخساره ونوح ترى انا دائما اقول اللي يفهم السله المفروض تكون على البنش 100% اختيارات اللاعبين الحل القصور من منه مشاركته في اتخاذ القرار هاي نقطة وايد مهمة تحط لك واحد خبرة
لا لازم تاخذ في خيارات ليش خلي اليدين طلعوا في العقود هاي ليش خلي اليدين طلعوا هذا لا هاي موسم سيء ومجلس الاداره يلسون يشوف هم ادرب يعني مجلس الاداره يتحمل مسؤوليه الموسم المنامي طبعا احنا لا دخلنا في لا دخلنا في متاهات رئيس جهاز السله ما يتحمل الكل يتحمل الكابتن سلمان احنا حطيت التلقائي الكابتن سلمان ترى ما ناخذ حقه انت قلتها واضح ما نعطى وقت زياده مو بانا اللي انتقد كابتن سلمان طبعا الوقت في صالح الكابتن الحبيب يقول عندي كلمه موصيني شخص عزيز لك يا ريان بتعرف الحين لما اقول انا هتجي صوف ولا جديد لبريسان عرفته من الشخص اللي قال لك لا ما عرفته بس عرفت المسج الكابتن عبد الحميد اوه لا امس كان يلمح لي وصاني تبي صراحه لو عندي كذي وصاني اللي اقول لك قلت له على الهواء امس يلمح لي لا كابتن عبد الحميد سويته لا بصراحه ما حد يقدر يتكلم خلاص طبعا ننتقل الان الى رئيس الاتحاد العربي لكره السله ورئيس الاتحاد الاماراتي لكره السله اللي هو اسماعيل القرقاوي اللي كان طبعا حاضر مع سمو الشيخ عيسى بن علي ال خليفه في مقدمه الحضور في هذه البطولة وكاميرا توفاير كانت لها نصيب من هذا اللقاء. منام كثير مشحونين طبعا لأن الجمهور يكون بعض الأوقات وجوده يكون أنت يضرك عرفت لا خاصة إن أنا ملاحظ يعني الأبواق اللي عند الجمهور ما خلتنا نستمتع بالمباريات لأن هذه ممنوعة في كرة القدم ملاعب كرة القدم كيف صالات المغلقة شكلت لنا إزعاج للمدربين للاعبين للحضور فنتمنى من لجنة تنظيمية إنها تمنع الأبواق هذه لأن كان باقي الجمهور كان يشجع تشجيع جميل حلو وراقي جدا يعني أنا أشكر الجماهير البحرينية اللي آزرت فرقها وآزرت فرق المشاركة طبعا كان معنا اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي نرجع بس اطلاله سريعه جدا فاست بريك هلون لان انا اركض مثلا لا شوي يعني شوي راح انا احب كذي ترى الفورورد كذي لا لحظه يقول لك لان انا اركض ليه يركض لا يقول لك فاست بريك يعني شوي على الراحه بقول لك الحالي يلعبون 2 3 زون اليوم اللي هو يلعب وهو من ال 2 3 فوق ليه خط 3 بوينت لا ليش داخل هناك يعني اللعب ماله كذا 6 متر لكن اسجل 3 والله لا شوت شوت شلون صراف اذا انت ملك انا نص ملك لا انت الملك زين انت اون فاير كابتن ريان اليوم الاتحاد شباب اهلي دبي فاز بالمركز الثالث ايضا في 98-80 امام فريق الشمال سيطر على المباراة ما بالتحليل اي بس بقول لك تدري ليش فاز الفريقين يعني محبطين انه يلعبون مباراة ثالث ورابع بس كيفن ميرفي ما شاء الله عليك ذكرت بعيسى الظاهر حتى في تقسيمه يلعب فول باور خذونا للنصر يعني في المدرسه يمكن كان في المدرسه بين الصفوف يلعب نفس الباور ما يوقف ما شاء الله عليه من كل 32 نقطه ترى ما يوقف اسامه ما يوقف على حسب ما وردني خذونا نادي النصر الاماراتي خلصوا وياه اي هو وسيجي والله في السوق ابو عيسى وياه لانه ابو عيسى الايجنت لا خذوه كابتن عبد الله عيسى ما حد حق روحه لا والله جيبي فايف شلون لا ما ابي خلها لو مرتاحين لا اسمع قال كابتن ريال على المباراه ما راح ازيد عليها الفريقين يعني شباب اهلي دبي مرشح اول كان البطوله يمكن اللي يميزهم اليوم ان لعبوا يعني برس وحاولوا يستهلكون الشمال كثر ما يقدرون توفقوا اللاعبين المحليين حطوا سكوراتهم نفس الشيء الشمال ما قدروا يوقفون ميرفي فافتحت من كل المجالات عليها كابتن عبد الله انا بالنسبه لي المباراه الفريقين يبون يتخلص بصراحه اقول لك الفريقين يبون يتخلص بسرعه لا تايم اوت ولا اوبن فريق مثل شباب اهلي دبي تعود التتويج لعب على ثلاث ما يقبلها على نفسه فتشوف
كل من شارك باختصار المباراة خلصي بس هاي حلوة ذي المباراة خلصي خلصي خل نروح البيت خل نروح البيت هاي ميرفي خلصي ومسجل 32 نقطة وكابتن أيضا قيس أيضا أحد نجوم شباب أهلي دبي كانت لنا هذه اللقاءات مع النجمين. It was a game we both was playing for pride. Both teams were playing for pride right there. And, you know, we came out with the victory. So, you know, we did our job at the end, but we really wanted to play a championship game, but it didn't. It didn't happen. So we stayed and played with this. Just come out here and play hard, like every match. Just listen to the coach, get the game plan, come play hard. الحمد لله على الفوز والحمد لله على المركز الثالث. لعبنا شمال في دور التمهيدي. لعبنا هالمباراة ما كان في يعني ما كان في تغيير من نفس التكتيك في المباراة اللي فاتت والحمد لله يعني قدرنا نتفوق في الشوط الثاني والحمد لله رب العالمين. طبعا هالحركة من يسويها ذي كابتن ريان قيس لا ايه شفت الحين ايه كله يسويها ايه لا كول كول جدا ايه لاعب كول ايه لاعب كول تشارلز باركلي ايه يعني ها زين ايش قال كيفن ميرفي ترجم لنا قال احنا المباراه ثالث ورابع نلعبها عشان اسمنا وعشان نكون فخورين بنفسنا كلاعبين وكنادي بس كان هدفنا نلعب في المباراه الفاينل وما صار. طبعا ايضا في ما بين الشوطين اليوم تم التكريم من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة هذه اللقطات تم تكريم اللجنة المنظمة شوف الصورة زهير كازروني وقابلت سمو الشيخ عيسى بن علي والتكريم من عبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية رئيس اللجنة التنظيمية طبعا الاتحاد العماني والشركات عفوا الاتحاد العماني والاتحادات الخليجية والفرق المشاركة في طبعا ما بين شوطي الكوارتر المباراة طبعا وايضا الاخ نواف ذوادي طبعا ممثل القناه الرياضيه وهي تكريم نفتخر فيه في القناه الرياضيه اللي طبعا قدمت افضل تغطيه في تاريخ البطولات الخليجيه سواء من طبعا نقل المباريات والاستديوهات التحليليه وبرنامج اون فاير بصوره يوميه هذه كلها اشياء غير مسبوقة على حسب خبرتي ف كل الشكر والتقدير حق القناة الرياضية. كابتن ريان وصلنا لختام البرنامج open speech على السريع. انا بطلب منك انت طلب واحد السنة الجاية اللي نطلع عبد الله الصراف يكون موجود. الله يعني دبر نفسك بين المباريات خميس ويمعه دبر نفسك. عندنا ثلاث بطولات بالكويت العب اول سنتين اتعور الثالثه. الله يحفظك ان شاء الله. شرفني فيك. الله يخليك. الله يحفظك. لا اشكركم اشكركم واترك المجال لهم. انا اكل في الحلقات في السبيتش خلي لهم اترك المجال لهم. بالنسبه لي يمكن انا اكثر واحد كنت انطر اللحظه هذه ابو احمد. اول شيء شكر لدوله البحرين، شكر للتلفزيون البحرين. شكر خاص لك انت شخصيا يا ابو احمد، تشرفت اني اكون مع الكباتن الكبار اللي كنت اشوفهم مجرد بالتلفزيون، ما يعني كنت اطمح اني اقعد معاكم هالقعده هذه بيوم من الايام يعني، والحمد لله انها تحققت لي. وفضل لدوله البحرين، فضل تلفزيون البحرين، فضل لك انت. مشكورين على كل شيء قدمتوه حق عبد الله الصراف، مشكورين ان ذكرتوا الناس بعبد الله الصراف. اتمنى اني ما زعلت احد مني، اتمنى اني قلت كلام وعطيت كل واحد حقه بالبطوله. واكثر شيء كان يهمني اني اعطي اللاعبين حقهم بالبطوله لاني انا لاعب واحس باللاعب لما يبدع. فكل الشكر لكم وسامحوني على القصور ومشكورين. لا قصور. ويبوني مره ثانيه بنفس وقت كابتن ريان. كابتن عبد الله تتابعنا في الكويت؟ ايه الكويت تتابعونهم فاير؟ كابتن اقول لك قسم بالله العظيم تبي تليفوني تشوفه الكويتيين كله يحلفون ورب الكعبه ورب الكعبه والله تليفوني قاعد ما طلعنا اول شيء مو طلعوا لا احنا انت طبعا احنا نعرف انه يتابعون عشان عبد الله الصراف الحين لا 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 قبل شلون يعني صيت اون فاير عندكم موجود مو انتم بالدوري مالكم تولعونها احنا نحب البرامج اللي تولع زين يلا يعطيك العافيه الله يعافيك مشكور اول شيء كبير يا عبد الله الله يسلمك واحنا تشرفنا الله يخليك انا عندي اول شيء اهني سمو الشيخ عيسى بن علي صراحة وقفته ويا فريق نادي المنامة وقفة وطنية وحاول
يكسب وانا اقول له هارلك عبر الشاشه، هو اول رجل اقول له هارلك. نادي المنامه طبعا حاولوا ونجحوا في التنظيم لاخر درجه وبطوله ممتازه ولله الحمد، وان شاء الله قاموا بالدور وما عليه مكسور. ثالث شيء الجمهور يشكر، جمهور المنامي والبحريني ازوروا فريقهم بكل شيء، ما عدا كنت اتمنى انا شخصيا الا يمثلون احسن بسبب الصوت المزعج. انا بالنسبه لي كان مزعج، لازم اقوله امانه على اساس البطولات الجايه نتجنب هذه الاشياء، ولازم تقول النيجاتيف والبوزيتيف. بالنسبه عني انا شخصيا اشكرك ابو احمد واشكر تلفزيون البحرين اللي اعطونا دي الفرصه ان نحلل بشكل يومي، متعه وعشنا في البطوله ومن جميع الدول تجينا مكالمات وتثني علينا، يبين البرنامج قاعد ينشاف في الدول العربيه كلها، وانا صراحه تفاجأ انا شخصيا. طبعا موسم ولا اروع، وختمناها ان شاء الله حسن ختام ببطوله خليجيه اللي اعزها على قلبي وايد بين الاخوان والاصدقاء والاحبه، وهذه الرياضه وهاي الخليجيين دائما ينجحون الحدث. البحرين طبعا سباقه في ذي. اتمنى للجميع التوفيق وان شاء الله تشوفهم على خير ان شاء الله. شكرا كابتن عبد الله، شكرا كابتن عبد الله، شكرا كابتن ريان. طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا الى الحلقه او الحلقه الاخيره في هذه الامسيه، تبقى لنا حلقه اخيره ان شاء الله الاسبوع القادم يوم السبت. لكن خلنا اوصل عده مسجات. اولا شكر حق وزاره الاعلام، شكر حق رئيسه القناه الرياضيه أستاذة مريم بوكمال، شكر حق طاقم عمل برنامج أون فاير لتحمل العبء الأكبر في هذه البطولة، وطاقم عمل قناة البحرين الرياضية اللي غطوا هالبطولة كأنه بطولة عالمية. ما شفنا بطولة سلة تغطى بهذه الطريقة، صورة استثنائية يحسب لقناة البحرين الرياضية في هذه الريادة السلاوية. طبعا سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، الكلام والشكر قليل في حقك، نرفع القبعة مرة ثانية ونفرش لك الأرض ورود لأنك أنت جبت هالبطولة من سلطنة عمان للبحرين، دعمت المنامة، دعمت الأهلي، نجحت المنامة ما فشل نجاح. اليوم المنامة وصوله فاينل وتوج أمام بطل الخليج باك تو باك، يعتبر إنجاز حق السلة البحرينية لأن المنامة ما كان في أفضل حالاته السلاوية. طبعاً المنامة رسالة، المنامة نهض في هذه البطولة، كان متعثر في الموسم، نهض في هذه البطولة وعليه أن يراجع أوراقه في الموسم القادم، والمنامة قادر، هذه كبوة جواد وبيصحى منها الزعيم المنام اللي لابس له أزرق اليوم، صدقوني لابس له أزرق البدلة. كنت متوقع أنه يفوز المنامة لكن ما الله رايد. الكابتن سلمان رمضان ما تتحمل الخسارة بتاتا في هذه البطولة، الخسارة إذا كانت هي طبعا مخلفات الموسم الصعب اللي كان فيه المنامة والعثرات، فسلمان رمضان اللي حمل سلمان رمضان خسارة غلطان مليون في المية، لأن مدربية في فترة تعتقد 9 أيام خلص ويا المنامة في هذه البطولة، وما كان في أحد يتوقع أن المنامة يوصل إلى هالمرحلة ويتفوق على شباب أهل دبي في مباراة كانت هجومية صعبة. لاعبي المنامة work as a team, you are a good team, work as a team, اشتغلوا مع بعض والموسم القادم للتعويض. الكلمة الأهم لجمهور المنامة اللي طبعا الكلام قليل في حقه، مشكورين ما قصرتوا، أنتوا فاكهة البطولة، أنت أحلى شيء في البطولة، أنتوا أضافيتوا للبطولة. وعلى فكرة اليوم في جلسة يعني شيء مع خليجيين قالوا احنا نتمنى كل بطولة خليجية تقام في البحرين وليس في أي دولة خليجية، والسبب أنت والجمهور جمهور الزعيم. الأهلي البحريني طبعا ما كان بالإمكان أفضل مما كان، لأنه يعني الأهلي بعد أيضا عاش موسم متعثر، ثالث الترتيب العام، ولكن إن شاء الله الظروف في المشاركات القادمة تكون أحسن. لاقيكم الأسبوع الجاي في الحلقة الأخيرة من برنامجكم أون فاير، فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وطاقم برنامج أون فاير وإلى اللقاء.